بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحيتنا وتقديرنا لشعبنا الكريم الأصيل الطامح لترسيخ المبادئ والحقوق الإنسانية والوطنية الثابتة التي تعبر عن كرامته وحريته واستقلاليته في قراره وحركته، متمنين له الخير والصلاح ولوطننا في كل استحقاقاته الوطنية التي تحقق رغباته وطموحاته. إن مشروع الاستفتاء الشعبي قد جاء من واقع حق الشعوب في تقرير مصيرها وحقها في اختيار نوع نظامها السياسي الذي يلبي طموحاتها السياسية والاقتصادية والوطنية، وذلك عبر الآليات الديمقراطية المشروعة. ويأتي طرح الاستفتاء الشعبي في هذه المرحلة الحاسمة والمصيرية لشعب البحرين نظراً لما تفرضه الظروف الراهنة والتي تمثلت فيما يلي: أولاً، وجود قوات أجنبية محتلة داخل البلاد. ثانياً، انعدام الاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني في البلاد. ثالثاً، تحقق الضرر العام والخاص جراء الوضع الراهن. وعليه فقد تشكلت قناعة في أن يحصل استفتاء شعبي يمهد للاستقرار السياسي في البحرين. وحتى تكون مخرجات هذا الاستفتاء نزيهة وعادلة، أصبح تشكيل هيئة وطنية مستقلة لإدارته أمراً ضرورياً ولازماً. وقد تشرفنا بحمل هذه المسؤولية التاريخية أمام الله عز وجل أولاً وأمام شعبنا ثانياً. معاهدين إياهم بتحملها بكل أمانة ومهنية بعيداً عن العواطف والتحزبات، حفاظاً على سلاسة إجراء عملية الاستفتاء الشعبي وسلامتها. ويشرفنا في هذا المؤتمر الصحفي الأول أن نقدم لكم بعض التفاصيل المتعلقة بمشروع الاستفتاء الشعبي. إن الاستفتاء يمثل أكثر خطوة تحظى بالقبول القانوني والعقلائي والسياسي في العصر الحديث وإدارة الدول وتنظيم أمور الشعوب، بل يعد حقاً ثابتاً من حقوق الإنسان ومبادئه. هذا وقد نظمت الأمم المتحدة وأشرفت على العديد من الاستفتاءات لشعوب مختلفة، ما يؤكد هذا الحق ويثبته بالشكل المشروع. واستفتى في اللغة استطلع واستبع، والاستفتاء في منحاه القانوني يتفرع إلى أنواع عدة، فمنها ما يعرف بالاستفتاء النقضي أو استفتاء الإلغاء أو الاستفتاء الرافض أو الاستفتاء المعلق أو الاستفتاء على القانون، وأخيراً استفتاء المبادرة الذي يعني تقديم استفتاء على مقترح معين تجمع فيه أصوات الشعب قبولاً أو رفضاً. فالاستفتاء إذن حق إنساني طبيعي ومشروع، وهو أمر قانوني منصوص عليه في معظم القوانين والدساتير التي تدعو إلى حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها، وهو ما أكدت عليه العهود والاتفاقات الدولية ونصت عليه المواثيق العالمية لحقوق الإنسان وإعلانات الأمم المتحدة. من هنا يأتي دور الهيئة الوطنية المستقلة للاستفتاء الشعبي في البحرين في تنظيم عملية الاستفتاء والإشراف عليها. ونود أن نؤكد بأننا أعضاء هذه الهيئة سنمارس عملنا بحيادية تامة، ولن تحركنا أي قناعات أيديولوجية، ولن ننحاز لأي ميول سياسية داخلية أو خارجية، وإنما ستكون مهمتنا مهنية وتقنية لأجل سلامة وحفظ كل صوت وطني مشارك في عملية الاستفتاء الشعبي. كما تود الهيئة أن تعلن عن بدء عملها في تشكيل اللجان والهيئات المصغرة التي ستكون لكل منها مهام محددة، على أن تكون خاضعة في قراراتها للهيئة المركزية للاستفتاء، وتؤكد بأنها ستعلن بشكل مفصل عن الخطوات التي ستتخذها والتي ستنجزها في الأيام المقبلة. الرسالة الأولى لشعب البحرين: أيها الشعب العظيم،
يا أشرف الشعوب وأكرمها، إن المشاركة في هذا الاستفتاء هي خطوة هامة في تاريخ البحرين، وهي ترسيخ للحق الثابت والأصيل في اختيار الشعب للسياسة التي يرغب في أن تمثله محلياً ودولياً. فالمشاركة الفاعلة تعني الرغبة الحقيقية لكل فرد من أفراد الشعب في اختياره الحر لكرامته وحريته ومعيشته. لذا يترتب على المواطنين الكرام أن لا يتوانوا في اختيار المصلحة الوطنية التي يقدرونها. بعيداً عن أي مؤثرات خارجية، ونحن ندرك ونؤمن بقدرتك أيها الشعب الأصيل على أن تكون بحجم الاستحقاق الوطني التاريخي. الرسالة الثانية لمؤسسات المجتمع الدولي المدني، إن لمؤسسات المجتمع المدني في كل أقطار العالم دور الترشيد والتثقيف المجتمعي الناهض بالشعوب، وإن ما تمتاز به مؤسسات المجتمع المدني في البحرين من عراقة وأصالة وحرص على مصلحة الشعب والوطن تحتم عليه العمل بكل تفان في دعوة الناس للمشاركة فيما يعبر عن مصلحتهم ومصلحة هذا الوطن. وإن ثقتنا عالية بمؤسسات المجتمع بأن يكونوا بحجم هذا الاستحقاق الوطني. الرسالة الثالثة لمنظمة الأمم المتحدة، إن السعي لإقامة حقوق الإنسان في العالم وإنصاف الشعوب هو الهدف الأسمى الذي نشأت من أجله الأمم المتحدة. من هنا ندعو الأمين العام للأمم المتحدة والدول دائمة العضوية والدول الأعضاء لرعاية وحماية الاستفتاء الشعبي في البحرين، ونناشدهم للاعتراف به والأخذ بمخرجاته، ولا سيما وأننا سنأخذ بعين الاعتبار الأنظمة واللوائح الأممية في تنفيذ العملية لاستفتاء الشعب، ووفقا للمعايير الدولية القانونية والدولية. ونأمل من الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون أن يوصف هذا المشروع الإنساني الوطني المشروع والذي يأتي في سياق حق الشعوب في تقرير مصيرها. ختاما، إن التفاعل الشعبي الكبير الذي عقب الإعلان عن الاستفتاء الشعبي وتشكل الهيئة الوطنية المستقلة للاستفتاء يضاعف من حجم مسؤوليتنا، لذا فإننا سنقوم بكل ما فيه المصلحة العليا لوطننا العزيز. كما نشكر جميع النشطاء والداعمين لحقوق الإنسان وكل المتابعين والإعلاميين الحاضرين معنا، ونؤكد على أننا سنبين كافة الخطوات والإجراءات المصاحبة للاستفتاء الشعبي خلال الأيام المقبلة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الهيئة الوطنية المستقلة للاستفتاء الشعبي في البحرين، الثلاثاء 30 سبتمبر.